زوجها وقال انا جوزي عاوز يتجوز وانها بتدور له على عروسه. طبعا الكلام ده عمل حاله من القلق والجدل على السوشيال ميديا، والناس كتير انقسمت. قال لي لها ازاي تدوري لمراتك لجوزك على عروسه، والناس تانية تقول لها طبعا احنا بنشجعك ومعاكي. وطبعا الكلام ده جاي من الرجاله اكتر. احنا معانا دلوقتي السيده سويبه صالح وبنرحب بيها. بنرحب بيكي يا مدام سويبه. اهلا وسهلا بيكي حبيبي. طبعا الناس كلها بتسال ازاي واحده تخطب لجوزها؟ عادي، هي ده مخالف للشرع او في حاجه حرمانيه فيها؟ يعني انت شايفه ان ده امر طبيعي؟ لا هو مش امر طبيعي. وانا اولا بس يعني عايزه اوضح نقطه في البدايه، انا لما كتبت المنشور كتبته لصفحتي للناس اللي تخصني عندي على الصفحه، ما كانش من باب الترند زي ما الكل بيقول، او هي دعوه للتعدد، لا بدعوا حد للتعدد ولا شيء. الامر ده خاص بحياتي انا، ومش بقول ان هي فكره عامه او امر طبيعي، انا قبلته على نفسي. كل واحد له ظروفه ومعطياته، مش امر عام، مش في البابليك. انا مش كل مش بقول لكل واحده اقبلي ان جوزك يتجوز عليكي، لكن دي حياتي الشخصيه، انا حره اجوز جوزي، ما عنديش مشكله في ان اتجوز. طب انت بتدوري على عروسه، طبيعي ان انت تلجئي من المحيط اللي انت فيه، ليه كتبتي على الفيسبوك؟ تمام، لان اكثر المحيط او الناس اللي في اتصال بيهم منهم مطلقات او ارامل او النسات شويه موجودين عندي على الفيسبوك، وبحكم ان انا ليا صداقات واسعه شويه نشرت ان حد فيهم ممكن يتواصل معايا، الناس الخاصه بيا. حتى انا في العام ما بعملش اي بوست خاص او للاصدقاء، كل بوستاتي عامه، ولكن قافله التعليقات للاصدقاء عشان بابا وسع. انا دورت في المحيط الخاص بيا اللي هو صفحتي الشخصيه. طب انا عايز اعرف ايه القرار، يعني ليه يعني فكرتي ان انت تخلي جوزك يتجوز؟ ايه السبب؟ قراري انا قصدك ولا قراره؟ انتوا اتفقتوا مع بعض، يعني ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ هل في اسباب؟ اللي خلاني اعمل كده هو طلب مني، قال لي انا محتاجه اتجوز، عندك مشكله؟ هو عارف قناعتي من بدايه الزواج ان انا ما عنديش اي مشكله تماما في انه اتجوز. فقال لي انا عايزه اتجوز اعمل حياه جديده، عندك مشكلة؟ قلت له لا. قال لي أنت حياتك منفصلة بذاتها وهي حياتها منفصلة بذاتها. قلت له دورت على حد؟ قال لي لا. أنت مش مشاكل؟ قلت له لا أنا ما عنديش مشاكل. قال لي هو تمام، طب إحنا متفقين. قلت له أنت عندك رغبة معينة أو سبب محدد إن عايز تتجوز؟ قال لي حابب أبدأ حياة جديدة وألاقي فيه نقط أنا محتاجة حابب ألاقيها. ده مش تقصير فيا ولا عيب فيا ولا ينقص مني في شيء، مش على نفسه بأنانية. كان من باب اولى لو هو شاف نواقص فيا، كان في وقت من الاوقات مرت عليا فتره مرضيه قعدت حوالي ما يقرب من 3 أو 4 شهور كنت تقريبا ضريحه يعني ضريحه الفراش ما بتحركش تماما. كان من باب اولى لو هو راجل ناقص او سيء كان سابني وراح اتجوز. طب انا ولكن كان داعم ليا. القناع او الهدوء اللي انت بتتكلمي بيه ده وصلتي له امتى؟ يعني انت اقتنعتي بالكلام ده اول ما قال لك، زعلتي ولا انت كان عندك القناعه دي من زمان؟ لا القناعه دي من اول جوازنا. بتقولي يا أستاذة؟ يعني